كريستيانو رونالدو. يا رب. من ملعب سانتياغو برنابيو تقام مباراة اليوم في ظل هذه الأجواء المثالية والطقس الجميل جدا. أنا فارس عوض من كابينة التعليق، نرغب في مشاهدة مباراة مثيرة وممتعة في كل لحظاتها. الملكي ريال مدريد في مواجهة نادي النصر السعودي، فريق من أجل الهجوم. ريال مدريد الآن أمام حضراتكم، في المرمى يتواجد كورتوا، إيدير ميليتو سيلعب إلى جانب يالابا في خط في الوسط، وفي الأمام رأسي حربة لزيادة فرص التسجيل في هذه المباراة. يا رب هدف للريال. كرة تصل إلى مندي، تدخل ممتاز هنا ويعترض الكرة، فرصة أمام رودريجو، كرة لم تكن صعبة، التصدي كان في الموعد، ارتماء ناجحة، ركنية تنفذ بشكل قصير، بينية مثالية خلف المدافعين. لا يمكن التصدي لها. أليكس تيس، الحكم يشير إلى استمرار اللعب لصالح النصر. كريستيانو رونالدو، فرصة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة. يا لعيب، هدف للنصر العالمي. هجمة مرتدة كانت سريعة ثم شاهد الضغط الموجود، لكن لا مشكلة. والكرة تعود إلى منتصف الملعب. فينيسيوس جونيور، ممتاز رودريجو. يا هي دراما في الملعب، يا هي إثارة اليوم. الرد يأتي سريعا لتعود القمة، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل. تعود إلى منتصف الملعب، تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق. والتمريرة الرائعة هنا قد تشكل فرصة خطيرة. الكرة عن بندي، وصلت إلى فينيسيوس. فرصة في كل مكان. يتقدم في المباراة. دقيقتين إذن كوقت بدل ضايع. تدخل ممتاز مبتكر. يا الله، مودريتش، فينيسيوس. أوهو، يا سلام على حارس المرمى. نعود إلى ملعب سانتياغو برنابيو في شوط المباراة الثاني. ملعوبة لماني في وسط المنطقة، ممتاز في الضغط العالي. يا سلام، إنقاذ ممتاز من كورتوا. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء، ركنية خطيرة. كرة عن بيلينغهام، فرصة أمام رودريجو. الله، كرة في العارضة. الكرة تصل لكارفاخال، ولا مع فالفيردي. مودريتش، تسديدة لا تمر.
العارضة تتدخل في الكرة أخيرا على استمرار الإثارة في نو 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 الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، ومن ثم يأتي الإنهاء الرائع في المرمى برأسية جميلة متقنة. الهجوم بطريقة التيكي تاكا، تمريرات سريعة لإيجاد المساحة وإيجاد اللحظة المناسبة لضرب الدفاع. تقدم بالنسبة للفريق. روزوفيتش والضغط العالي يصبر عن استعادة للكرة في مناطق خطيرة. تسويبة قوية هنا، بيلعب للكرة في منتصف ال 18، نجح في إبعاد الضربة الركنية. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. إيدن هازارد بيلعب لبينية جميلة، مودريتش وصلت لي بيلينغهام، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. مرمى شوف اللقطة، الحقيقة أن اللاعب تمركز تحرك طلب الكرة، الله حبيبة في المرمى. من كان يتوقع هذا السيناريو؟ أي دراما تحدث في اللحظات الأخيرة؟ بنسبة كبيرة انتهت الأمور. 10 دقائق ويطلق الحكم صافرة معلنا نهاية المباراة. يلعب في مكان في تمرير الكرة، هنا اعتراض ناجح لمسار الكرة. كرة بتتصور حوز المدافع بشكل مهاري، لكن المميز في الهدف هو كبيرة في اللقطة. 5-3 مهرجان تهديفي و8 أهداف كاملة في المباراة. وتأتي النهاية واللحظة الأخيرة والصافرة تعلن عن نهاية المباراة بخسارة فريق النصر.